استيبان أوكون أعزائنا يسجل فوز الأول على ساحة بطولة العالم للفورميلا 1 في جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورميلا 1. ثاني مركز ثاني هذا الموسم إذن لسيباستيان فيتل ولويس هاملتون على الأقل يعني حد من خسائره بشكل كبير، والمركز الثالث استيبان أوكون فائز بجائزة كبرى. استيبان أوكون فاز بالمجر، هنا فرحة